السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة مع الضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله دائما مع تحضيرات العرس. اليوم جبت لكم فيديو راح تحتاجوه بزاف. هذا الفيديو هذا نشرح لكم شحال المقادير المضبوطة اللي باش تعشيو ولا تفطروا بها أكثر من 450 شخص. نبدأ أولا بالحميص. الحميص عندنا 15 كيلو تاع الحار، 6 كيلو تاع الطماطم، وريتلا ونص تاع زيت الزيتون. يبقى التزيين اختياري. بالنسبة للسلطة الخضراء، لسلطة هنا سلطة فيغ، هنا نحتاجو إلى 15 كيلو تاع شلاضة، 5 كيلو طماطم، 5 كيلو خيار، 5 كيلو تاع الجزر، 5 كيلو تاع البطرف، 2 كيلو تاع المايز، 12 كيلو تاع الزيتون، و نحتاجو إلى 2 كيلو تاع الضو، وربع بلاطو تاع البيض. هذه باش نخرجوا اكثر من 450 بلا. بالنسبه للشوربه، هذه هي الشوربه اللي درنا. راح نعطيكم المقادير المضبوطه مع الشرح في الفيديو كي نبداو نطيبو ان شاء الله. كذلك هذه جديد حاحم، كذلك راح نعطيكم المقادير المضبوطه في بدايه الفيديو ان شاء الله. بقاو معنا. إذن هنا كيما راكو تلاحظو رانا نقشرو في الخضار اللي نديرو بها الشوربة. كذلك ما تنسوش لسلاد ديروها في الماء باش تنفذ كامل هذاك التراب اللي يكون لاصق في الشلاضة، هي المعدنوس وحشيشة مقطفة وكذلك النعناع. إذن أولا نبدأ هنايا بالثوم. الثوم هنا عندي كيلو ورطل تاع الثوم اللي راح ندير بها شتيت حلحم وندير بها الشوربة، لأنه راح ندير زوج قزانات تاع شتيت حلحم وزوج قزانات تاع شتيت الشوربة عفوا. بالنسبة للبصل راح نحتاج 8 كيلو تاع البصل الكامل يعني للشوربة ولشتيت حلحم. إذن أولا هنا كيما راكو تلاحظو نغسل اللحم مليح، لانه مهما غسلته وقطرته راح يعاود يطلق الدم، لانه اللحم كيكون جديد هكذا. هذه هي حالته. اولا هنا بعد ما نصفو هذاك اللحم نضيفو هنايا 3 كيلو تاع البصل ونزيدو 1500 حتى 700 غرام تاع الثوم، 250 غرام تاع السمن. تحبوا تعاونوا بالزيت كما تحبوا يبقى اختياري. راح نضيفوا له كميه من الملح. بالنسبه للتوابل راح نحط الفلفل الكحل والكمون فقط، هذا بالنسبه لشطه تاع اللحم. بالنسبه للحمص راح نديروا 3 كيلو في كل كميه تاع اللحم. اذا اللحم راح نديرو 75 كيلو تاع اللحم، نقسمو على زوج، وكل ما نقسم على زوج يعني كل 45 كيلو تاع اللحم نديرو له 3 كيلو حتى 4 كيلو تاع الحميصة. الحميصة نطيبوها وحدها ونضيفو لها حبيبة تاع البصل ما نخلطوهاش مليح. يعني هذاك البصل يبقى حبات. هذا بالنسبه لشتيت الحم. بالنسبه للشربه عندنا 10 كيلو تاع اللحم، 5 كيلو تاع حميصه، وعندنا هذاك البصل اللي طيبته مع الحميصه هذيك راح نرحيه مع في كل قزان، يعني في كل 10 كيلو نديرو 8 كيلو تاع القرعة. هذا ما كان نديرو كذلك 5 كيلو تاع الطماطم مسكرفجة، ونضيفو 2 كيلو تاع طماطم المصبرة. بالنسبة للتوابل راس حانوت، فلفل عكري حار، فلفل عكري وفلفل دريس حار عفوا، ونضيفو راس حانوت.
بالنسبه للحشيشه راح نحتاجو 15 ربطه حشيش. هنا كيما راكو تلاحظوا حشيشه مقطفه، نربطوها ونديروها هكذا كراس ما نقطعوش. بالنسبه للفريك راح نديرو كيلو ورطل تاع الفريك. بالنسبه للحميص هنا كنت مديت لكم المقادير، نقليوه نورمال، من بعد نعاودو كي تقليوه تقشروه تعاودو تقليوه بشويه زيت زيتون حتى يشرب كامل هذاك الماء اللي تلقوه. نحمصو مليح، وفي جهه اخرى في طنجره واحده اخرى درت هنا كيما راكو تلاحظوا عندي هنايا الطماطم، درت لها شويه تاع ثوم وخليتها تشرب مليح هذاك الماء اللي تطلق الطماطم. من بعد راح نحي كلش. ملاحظة فقط، الشوربة كما قلت لكم تقسموا على زوج، لأنه إلا حبيتو يعني كمية كبيرة تقسموها على زوج، كل قزان ديروا فيه كمية حتى تتحاحم كما قلت لكم. المهم الكمية كامل تاع اللحم هي 75 كيلو حتى 80 كيلو تاع اللحم بدون عظام وبدون شحم، يعني هبرة واحدة. هنا كما راكو تلاحظوا رانا مع تحضيرات لاسالاد، لكن قبل ما نروح للسلطه نوري لكم هنا شتي تحاحم هنا كي ضابط، والشوربه كذلك هذه الشوربه. درنا زوج قازان تاع الشوربه وثلاثه قازان تاع شتي تحلحم. وهنا انا مع التحضيرات تاع السلطه، كل حاجه ديروها وحدها ما تبداو ترتبوا. واللمسه الاخيره دائما بالضو. بالنسبه للفينيغريت راح نعطي لكم وصفه، لانه في العرس ما لحقتش باش نوري لكم كيفاش ندير لافينيغريت، كان راح الحال درتها في الليل جوا 3 تاع الصباح هكذاك، كنت عيانه بزاف وما لحقتش باش نصور. ولا مايونيز درت الطريقه اللي دائما نخدم بها اللي صورتها لكم، درت لكم زوج مرات فيديو طريقه تحضير لا مايونيز. هنا الحميص بعد ما طابت هذيك الطماطم مع الثوم، انا ما كاش ميكسور في الصاله ما عديتش معايا. هنا راني نخدم بالفرشيطه، ومن بعد كملت عليها بالكاس. هذه هي حاله العرس تاع الحيره، واكيد ديما تنساو حاجه، وكاين حاجه نلقاوها وكاين حاجه ما نلقاوهاش، المهم نسلكو راسنا. وهنا راني ندير الفلفل بالكميه صغيره، وراني نعبز بالفرشيطه حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. انا خدمت بالفرشيطه ومن بعد كملت عليها بالكاس كيما قلت لكم، حصلت على هاد الكميه الهائله وتجي خاطره كيما راكم تلاحظوا. هنا ضفت لها عصير تاع ليمون، اللي عنده ما عندوش الليمون يقدر يستعمل الخل. نرمي عليها رشه تاع الملح، ونضيف الزيت، قلت لكم زيت الزيتون ديروه بلا شحه لانه الحميص لازم يجي عاين بالزيت. اذا نتمنى نكون افدتكم ولو القليل، ولا عجبكم الفيديو ما تدخلوش علينا بجام، بارطاجوا الفيديو وشاركوا به الاصدقاء تاعكم باش يستفادوا معكم. نتلاقاو في فيديو اخر في وصفات اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.